يقول السائل: أمي وزوجتي دائما ما تحصل بينهما مشاكل، وقبل أيام وجدت سحرا بالوسادة التي في غرفتي، فبماذا تنصحونني في هذا الأمر؟ أتلف هذا الذي تقول أنه سحر، أتلفه وعاتب زوجتك عن هذا، وإذا لم تمتثل ابتعد عنها، هذه ساحرة، ابتعد عنها وطلقها. أما إذا ما ثبت عليها هذا ولكنه مجرد خوف أو تهمة، فأنت تنصحها وتعظها وتذكرها، فإذا إنها اعتدلت فالحمد لله. نعم.